بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بأن ألتقي بكم في هذا الدرس الافتتاحي بالمدرسة العليا للأساتذة في فاس. دعوني في البداية أقدم لكم نفسي. اسمي محمد الأمين الرجالة. ابتدأت مساري المهني في مجال التعليم ثانوية مولاي رشيد بمدينة شفشاون سنة 1982، وغادرتها سنة 1988 متوجها إلى ثانوية الياسمين بمدينة الخميسات، حيث بقيت هناك إلى حدود سنة 1993. بعدها التحقت بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس. أنتم اليوم طلبة بالمدرسة العليا للأساتذة، فماذا يعني أن تكون طالبا؟ الطالب هو كل شخص حاصل على البكالوريا ويتابع دراسته بالتعليم العالي. ومفهوم الطالب له معان، له أبعاد. البعد الأول هو بعد الانتقال، بحيث أنكم انتقلتم من مرحلة التلميذ إلى مرحلة الطالب، ومرحلة الطالب نفسها تشكل مرحلة انتقال إلى الحياة العملية. هذا الانتقال هو ناتج عن استحقاق، قد واجهتم صعوبات، اجتزتم اختبارات ونجحتم فيها. إذن فهذا الانتقال انتقال مستحق، وهو يفتحكم على التغيير. التغيير على المستوى الفردي، على المستوى رؤيتكم للمجتمع، طبيعة العلاقة مع عوائلكم، طبيعة العلاقة مع المجتمع. وكذلك التغيير هنا بمعنى استشراف لمستقبل جديد بالنسبة لكم. فمعنى أن تكون طالبا يعني أنه انضاف إلى هويتك مكون جديد، وهو الانتماء إلى نخبة. النخبة هنا ليست محددة فقط بالأقلية، ولكن أيضا بطبيعة القيم، بطبيعة الأهداف التي تحملونها باعتباركم الآن جزء من نخبة وطنية لها مستوى دراسي معين، ومن ثم أنتم تنتمون إلى نخبة، وهذا شيء جديد بالنسبة لكم. معنى أن تكونوا أعضاء في نخبة معناه أنكم تشكلون أملا لكم، أملا لعوائلكم، أملا لبلدكم ووطنكم. أمل في ماذا؟ أمل في مستقبل أفضل. فأنتم أمل هذا الوطن، أنتم أمل عوائلكم في صناعة مستقبل أفضل لعوائلكم ولهذا الوطن. طبعا أنتم بحاجة إلى شعار، كان شعاركم السنة الماضية والنجاح في البكالوريا، وقد حققتموه، وأنا أهنئكم على ذلك. وبمناسبة أهنئ أيضا أباءكم وأمهاتكم على كل الجهد الذي بذلوه من أجل أن يساعدوكم على تجاوز كل الصعاب والعراقيل التي وقفت في طريقكم. البيت الشعري الذي تشاهدونه منسوب إلى المتنبي، فيقول: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. تلاحظون معي بأن هذا البيت الشعري لا يمكن أن لا يناسبكم باعتباركم نخبة تشكل أملا وتستشرف مستقبلا. إذن دعونا من هذا البيت الشعري الذي يوحي بنوع من العجز ومن غياب الإرادة ومن الخضوع لعوامل تتجاوزكم، نبحث لنفسنا عن شعر جديد. الشعار الذي أقترح عليكم اليوم هو التالي:
تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن، إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجان، فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها، تجري الرياح كما رادت لها السفن. إذن هذه الأبيات الثلاث تحدد، هذه الإرادة تحدد علو همة يجب أن تستحضروها وأنتم تخوضون عبادة التكوين والتدريس. فإذا أرجو أن تشكلوا جيلا من المتفوقين. لا يكفي أن ينجح الإنسان أو أن يحصل على معدل نجاح أو أن يحصل على ميزة ما، يجب أن تحرصوا على التفوق. أن بلادكم بحاجة إلى متفوقين، فلتكونوا جيل التفوق، وليكون شعاركم تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. لقد اخترتم مسلكا اللي هو الإجازة المهنية لتدريس علوم الحياة والأرض لكي تكونوا إن شاء الله في المستقبل أساتذة، سواء في التعليم الثانوي أو في التعليم العالي بالنسبة لمن أراد منكم متابعة دراسته بسلك المصدر وسلك الدكتوراه. فما معنى أن تكون أستاذا؟ ابتداء أن تكون أستاذا بمعنى أنك اخترت طريقا ولم تختر مهنة، أنك اخترت رسالة ولم تختر مهنة، أنك اخترت تحديا كبيرا ولم تختر مجرد عمل. فمهنة التعليم وعلاقتكم بمهنة التعليم يجب أن تكون، أن تعبر عن حالة من الارتباط، حالة من الارتباط الدائم والمستمر، إنها نوع من الزواج. ولكن يجب أن لا تعيشوا هذه العلاقة كعبء تجرونه معكم بأسف في حياتكم اليومية. يجب أن يكون هذا الارتباط علاقة حب بينكم وبين مهنتكم، لأن هذه المهنة مكلفة وتتطلب تضحيات، ولن يبذل هذه التضحيات إلا محب، ولن يكون في مستوى التحديات ومستوى التكاليف إلا محب. فحتى لو لم تكونوا تحبون مهنتكم اليوم، تعلموا كيف تحبونها. هذا شرط أساسي للنجاح وللتفوق كأساسي. طيب، من هو الأستاذ ومن هي الأستاذة؟ يقول أمير الشعراء أحمد شوقي: أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. نحن في علاقة بمكانة رفيعة يعبر عنها شاعرنا بصيغة المبالغة: أعلمت أشرف أو أجل من الذي. من هو؟ ماذا يفعل هذا الذي؟ هو يبني وينشئ أنفسا وعقولا. وإذن فالأستاذ هو أولا مربي، وهو ثانيا مدرس. أسألكم أحد ما هو الأستاذ ولا من هو عفوا الأستاذ؟ الأستاذ مربي أولا ثم مدرس ثانيا. طيب، التساؤل الذي يطرح نفسه بشكل عادي الآن: أية تربية؟ ما هي الأسس التي سنربي عليها تلامذتنا؟ يجيبنا الشاعر نفسه بقوله أن هذه الأسس التي يجب أن نربي عليها تلامذتنا هي الأخلاق، بقوله: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
لكن أية أخلاق؟ الأخلاق هنا ليست القيم المتغيرة في المجتمع بطبيعة تغير الزمان والمكان، نحن نتكلم عن قيم ثابتة، نحن نتكلم عن مكارم الأخلاق، نحن نتكلم عن الحرية، عن المسؤولية، عن الصدق، عن الأمانة، عن التضحية، عن الإيثار، كل القيم الكبرى، كل مكارم الأخلاق هي التي يجب أن تركزوا عليها في تربية تلاميذكم وتلامذتكم. القاعدة الثانية التي تقوم عليها هذه التربية هو أننا نعد هؤلاء التلاميذ لكي يعيشوا في المستقبل، نعدهم لكي ينجحوا في المستقبل، نعدهم لكي يتفوقوا في المستقبل. فلذلك يجب أن لا نكرههم، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه، على أخلاقنا، لأنهم خلقوا لزمن غير زمننا. فتلامذتنا هم أبناؤنا، ويجب أن نحرص على أن نعدهم الإعداد الصحيح ونربيهم التربية الصحيحة حتى يكونوا فاعلين في عصرهم اللي هو المستقبل، يكونوا قادرين على التقدم بوطنهم في المستقبل، ويكونوا قادرين على مواجهة التحديات والصعاب التي ستواجههم في المستقبل. هذا الشق، شق التربية. شق التدريس الآن، ما هو التدريس أو أي تدريس يجب أن نقدمه؟ بمعنى كيف سندرس وما هي المعرفة التي سندرسها؟ هنا أيضا اخترت قاعدتين. القاعدة الأولى هي أن وضوح الفكرة عندي لا يعني وضوحها عند الآخر، بمعنى أن طريقة التدريس هي تستهدف توضيح الصورة لدى التلاميذ وليس لدى الأستاذ. فالأستاذ قام بمجهود، أعد دروسه، استوعبها، فهمها واضح وأصبحت واضحة جلية بالنسبة له. ولذلك هو حينما يقوم بالشرح فإنه يشرح لأشخاص آخرين غير نفسه، وهذه قد تبدو بديهية لكنها تشكل أحد المشاكل الكبرى في عملية التدريس. سأعطيكم مثالا بسيطا على ذلك. ننظر إلى هذه الصور. ماذا تلاحظون في هذه الصور؟ تلاحظون معادلة رياضية جد معقدة. طيب ماذا يشاهد الأستاذ؟ كيف هي الصورة بالنسبة للأستاذ؟ الأستاذ تظهر له أو تتجلى له هذه المعادلة بأنها معادلة بسيطة. ماذا يرى التلاميذ؟ يرون شيئا غير مفهوم وغير واضح وغير قادرين على استيعابه. فبماذا سيحتفظون؟ سوف لن يتذكروا شيئا، سوف لن يحتفظوا بأي شيء. هذه المعادلة نعيشها بشكل كبير داخل أقسامنا. وستجد الجهد توجد الدرس ديالو، حين كيجي كيشرح وكيتسلم من التلاميذ ما فهموش. التلاميذ ما فهموش لأن الأستاذ أنت ما شرحتيش بالطريقة اللي فهموا بها هاد التلاميذ. أنت كنتي كتشرح على راسك، ما كنتيش كتشرح من التلاميذ. القاعدة الثانية والتي هي تهم المعرفة، المعرفة لها طابع ديناميكي بحيث أنها تتغير، إنتاج معرفي مستمر في الزمان. ولذلك الأستاذ يجب عليه أن يستمر في التعلم الذاتي بالنسبة له، سواء في تخصصه أو بالنسبة للثقافة العامة التي يجب أن يكون محيطا بها كي يستطيع أن يتفاعل مع تلامذته. فيقول جون كورتون دانا بأن من يجرؤ على أن يعلم يجب أن لا يتوقف عن التعلم، وهذه قاعدة أساسية جدا، خاصة وأننا ننتمي إلى أمة التعلم فيها مطلوب من المهدي إلى اللحد. عرفنا الأستاذ بحسب طبيعة المهام التي يجب أن يقوم بها، أي باعتباره مربيا ومدرسا. الآن ما موقع الأستاذ داخل المجتمع؟ ما دوره
داخل المجتمع، بالإضافة إلى أنه يقوم بالتدريس. لكن ما هي دلالات هذه العملية التربوية التدريسية التي يقوم بها؟ الصورة التي ترون الآن هي صورة لجندي مغربي. بفضل هؤلاء الرجال الذين يرابطون على حدود الوطن، نعيش نحن حياة عادية مستقرة مطمئنة. وبفضل رجال الشرطة داخل المدينة، نعيش أيضا حياتنا بطريقة عادية جدا، لأننا نحس بالأمان في بيوتنا، بالأمان في شوارعنا. والأستاذ ما هو دوره؟ الأستاذ هو الذي يعد الشرطية ويعد الجندي. فإذا كانت مهمة الجندي المحافظة على حدود الوطن، وإذا كانت مهمة الشرطي أن يحافظ على أمن المدن، فإن الأستاذ أو الأستاذة، إن المعلم أو المعلمة مسؤول على الحفاظ على أمن مستقبل الوطن. نحن مسؤولون على المستقبل، على أمن هذا المستقبل. نحن الذين نعد الرجال الذين سيصنعون هذا المستقبل. فلذلك مهمتنا مهمة جليلة وخطيرة، ومسؤوليتنا كبيرة 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 جدا. إذن يجب أن تعوا بأنكم أنتم الذين ستعدون الرجال والنساء التي سيصنعون مستقبل هذا الوطن. بكلمة، أنتم قدر هذه الأمة. فنرجو إذا التعليم حرك شجوه أن لا يكون على البلاد بخيلة. قل للشباب اليوم بورك غرسكم، دنت القطوف وذللت تذليلا. شكرا لكم مرة أخرى، مرحبا بكم في المدرسة العليا للأساتذة بفاس.